شهد منفذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية ميت جراح بالدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين، وافتتحت مؤسسة حياة كريمة عددا من المنافذ المتحركة بالدقهلية، وذلك لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ متحرك بمركز ومدينة بني عبيد بالدقهلية ومنفذ ثابت بمدينة المنصورة. هذا ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيها للكيلو، واللحوم البلدية ب 310 جنيهات للكيلو. طبعا النهارده مبادرة اللحوم المجمدة مستمرة في قرية ميت جراح النهارده، وكان أول امبارح في قرية طناح، ولقت قبول كبير من الناس. وطبعا أنت عارف حضرتك اللحوم مستوردة بسعر 185، يعني طبعا يعني أقل قليل بالسوق اللي معروض في السوق، ويعتبر في متناول الأسر البسيطة والأسر المتوسطة. ويمكن مدى النجاح والإقبال إن بعض القرى في مراكز المنصورة والمتطوعين على مستوى القرى بعتوا لنا إن هم محتاجين العربية ديت، وإن شاء الله في الأيام المقبلة هتنتشر في قرى مركز المنصورة بالكامل، لأنها لقت قبول ونجاح لدى المواطن البسيط والمواطن الفقير في مركز المنصورة. سعر الكيلو اللحمة تخطى 400 جنيه ب 185 في حياة كريمة، حاجة ما شاء الله في متناول الجميع، والغلبان هياكل وبرضه الغني هياكل وكل الناس هتاكل ان شاء الله. وفي اقبال ما شاء الله هنا في قريه ميت جراح على مؤسسه حياه كريمه وعربيه حياه كريمه. احنا بنشكر من مبادره حياه كريمه، مؤسسه حياه كريمه مؤسسه عريقه في الدوله، يعني من المؤسسات رقم واحد في دعم المواطن البسيط. حياه كريمه ما بتاخرش، يعني في تيجي في رمضان بتوزع للناس الاثر احتياجا، يعني مؤسسه حياه كريمه من المؤسسات تعتبر رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. طبعا مبادرة جميلة جدا من قبل الدولة، وطبعا مؤسسة حياة كريمة معروفة ومعمولة انها امتداد كامل من خلال الدولة للناس المحتاجين، سواء كان فقير او يتيم او سجين. وجميع هؤلاء الناس طبعا النهاردة الدولة بتقف جنبهم على اساس ان هم ما فيش اي اثار بالنسبة الجانبية بالنسبة للاسعار. مبادرة طيبة، وبنشكر سيادة الرئيس والقائمين على حياة كريمة على انهم ساعدوا المواطن المسكين في احتياج المواد الغذائية، وشيء طيب ان ينزل في الاماكن النقية زي ميت جراح زي القرى وفي المحافظة، وحاجة طيبة ودايما نسمو ونرتقي الى اعلى ونسعى جاهدين. نحن نقف جنب السيد الرئيس في قراراته الحكيمة الرشيدة في الوقت الراهن ان الشعب كله محتاجه فيه. طبعا مبادرة كريمة من سيادة الرئيس، بصراحة عاملة انجاز كبير في كل القرى والمراكز والنجوع والكفور. ان شاء الله يعني نشكر سيادة الرئيس على هذه المبادرة.